احنا اتفقنا دلوقتي ان نتنياهو قادر سياسيا على انه يلعب بالبيضة والحجر وانه يجمع الفرقاء، واللي نفعه كمان انه البديل واليسار والعم كل دول انزووا ولا قيمة ولا صحيح تأثير لهم في المشهد السياسي صحيح الاسرائيلي. صحيح طيب احنا من حوالي شهرين ثلاثة قبل رمضان وفي عز العدوان الاسرائيلي قلنا انه هجمات 7 اكتوبر قضت على مستقبل نتنياهو السياسي، وانه بنهاية هذه الحرب نتنياهو سيرحل اما للبيت او للسجن. طبعا هل نجاح نتنياهو في ابقاء الحرب طول هذه المدة مع الدخول في مفاوضات ومشاورات وما كذا يمكن ان ينقذ مستقبله لا السياسي؟ هو يريد الحرب الى يوم يبعثه حتى يبقى في السلطة الى النهاية، لانه ليس له اختيار اخر، لانه ببساطة هيذهب الى مزابل التاريخ تركا لمجد السلطة او ذهابا الى السجن بقضايا الفساد المرفوعة ضده والتي يحول دون نظرها والبت فيها وجوده في منصب رئيس الوزراء. لا يمكن محاكمة حد في منصب رسمي مفهوم رفيع بالشكل ده. هي دي الفكرة الأساسية التي تحكم نتنياهو. وهو يتهم، يعني حضرتك لسه متفق ان اليوم اللي هننتهي فيه الحرب سيرحل نتنياهو؟ سيرحل حتى لو مفيش بديل؟ لا مش مفيش بديل، ما هو انت في الرحلة التي شرحناها من القادة اللي هم كانوا، خد بالك دول، ما هو الرحلة دي وصلت رسالة ان هو ده التجسيد لرغبات وتوجهات المجتمع الاسرائيلي اللي عايز الشراسة وعايز اليمين وعايز كذا. والمجتمع التجمع الاسرائيلي يريد من هو اشرس من نتنياهو الان بدليل تحكم بن جفير. يعني دلوقتي هو في اشرس من نتنياهو؟ طبعا. يعني هنا في النهاية هو طبعا اشرس ده مصطلح مهذب، انا كنت عايز اقول فيه الوضع المعقد، اوحش من الوضع المعقد في هذا التكوين الاسرائيلي هو تكوين مبني على ضلالات اصلا. يعني الحاردين اللي هو افترض انهم يهود متشددين يرفضون الخدمة العسكرية. ليه؟ لانهم كانوا في اول الامر يرفضون اصلا وجود اسرائيل. ليه؟ لانه بقول لك هناك وعد من الرب انه يرجعنا، صح، لكن الرب يرجعنا مش انتوا ترجعونا بالسلاح وبالصناعه وبالتنظيم. مفهوم مفهوم. بعد ذلك تواطأ التجمع الاسرائيلي على تركهم جانبا، انتوا روحوا ادرسوا التوراه وروحوا ادرسوا مش عارف ايه واحنا مش هنجندكم. ثم اعيد طرح هذا الامر الان، الامر الذي لم يكن يطرح ابدا. نعم. لانه اسرائيل ما فيهاش دستور، اسرائيل فيها شويه قوانين كده ما فيهاش دستور. صح. يحدد هوية هذه الدولة. صح. كلها تلفيقات، يقول لك اسرائيل دولة ديمقراطية يهودي. وبالمناسبة دي مش عارف الحقيقة يعني اوصفها انها ميزة ولا عيب، بس هي فعلا عدم اقدام اسرائيل ابدا على وضع دستور لها سمح لاي حكومة ورئيس حكومة بالمرونة. احنا عندنا قوانين وتتغير بكرة الصبح. ما عندناش حدود كمان، احنا دولة بلا حدود. صحيح. حدودنا حيث يصل سيفنا. اخر جندي. بالظبط. فهي دي الفكرة، لا عندنا حدود ولا عندنا هوية مستقرة. نعم. ففي السنوات الاخيرة زاد الاحساس بقانون القومية اللي اصدره نتنياهو انه العرب دول موجودين كضيوف، مش العرب موجودون، والعرب بنسبة كبيرة في الداخل الاسرائيلي وراء الخط الاخضر، مش في الضفة وغزة والقدس. أي. موجودين بنسبة 22% من السكان، وهؤلاء أيضا لا يذهبون إلى الجيش لاعتبارات أنه طبع. إزاي هجند عدوي، لأنه في النهاية هؤلاء العرب رغم طول المقام تحت حكم الإسرائيلي لم يتهودوا، يعني متهودوا بالمعنى مفهوم. السياسي مفهوم. وزاد إحساسهم القومي، وطبيعي أن الانتفاضات، الانتفاضة الأولى في 87 والانتفاضة الثانية في 2000 زودت شعورهم القومي. وحتى ما يسمى تطبيع بين بعض الدول العربية وإسرائيل سمحت لهؤلاء بالتفاعل مع عالمهم العربي واستعادة معنى وجودهم القومي مش وجودهم المدني، إن إحنا بس مواطنين في إسرائيل بس حقوقنا مهضومة، لا إحنا غير. ففي المقابل الحريديم دلوقتي يقول لك لا إحنا ما نسلحش، ويطلع الخخام يوسف يقول لهم والله لو هتجندونا إحنا هنقطع تذاكر لكم مليون ونصف مليون تقريبا ونسيب اسرائيل دي. ففي النهاية يعني دي مظاهر هشاشة، وفي نفس الوقت اضف اليها زيادة معدلات الهجرة العكسية، واضف اليها ما هو قائم. صحيح. انت لما تيجي تشوف مثلا استماتة كيان الاحتلال في عدم اعادة الفلسطينيين النازحين الى الجنوب الى الشمال، جانب من جوانبها الذي يتردد صداه في الاعلام الاسرائيلي وفي الداخل الاسرائيلي صورة اخرى، طيب كيف نسمح بعودة الفلسطينيين الى غزة وشمال غزة
بينما الإسرائيليون اللي سابوا مستوطنات غلاف غزة واللي سابوا مستوطنات الشمال خوفا من حزب الله مش عارفين يرجعوا 250 ألفا لا يستطيعون العودة. صح. فزي يبقى معانا سلاح ونخلوهم يرجعوا واحنا ما نرجعش. مفهوم. ما دي مخاوف كبير، وده أمر بصورة مجردة لما تفكر فيه في منطق ما. فهي لا، بس ده الفرق ما بين المواطن اللي عنده عقيدة متعلقة بأرضه وما بين المواطن المزروع. خد بالك من حاجة أدهشت الإسرائيليين في متابعات الإعلام الإسرائيلي. أما يجي في رفح يعملوا حفل زواج جماعي في بيت محطم، لو شفت شفت المشاهد طب. اتنين، لما تيجي تشوف الشباب والأطفال، شباب وأطفال فلسطين بيروحوا على البحر يصيفوا سواء في رفح او ابل دير البلح، دي صورة مرعبة بالنسبة طبع. للاسرائيليين، هم لا يفهمون من يحاربون، هم يحاربون عقيدة اخرى، عقيدة قتال وثبات على الارض ومقدرة رهيبة على الصبر والتحمل. يعني انت بتتكلم في شيء اخر. صحيح. بتتكلم في شيء اخر. طيب. بتتكلم في اللي كان بيقول عليه ياسر عرفات شعب جبارين، يا شعب من الجبارين. هنا هي المسألة مش مجردة، المسألة بمقدار معانيت انت من تجربة بتشكل شخصيتك. دي تجربتهم، دول جايين من يافا وجايين من حيفا وجايين من كذا وجايين من كذا. صح. وغزة هي خيمتهم الأخيرة، ملجأهم الأخير. انتوا شوف مشهد ثالث أرعب أيضا الإعلام الإسرائيلي. فلسطينيون بضوافرهم زي ما بيدوروا بضوافرهم على الجثث وعلى الأشلاء وعلى كذا تحت الأنقاض، بضوافرهم ومشاهد بينظفوا الشوارع ويحاولوا إزالة الأنقاض وأشباه البيوت أو بقايا البيوت عشان يقعدوا فيها اللي رجعوا من رفح، راحوا لخان يونس بعد أن انسحبت الفرقة الإسرائيلية اللي كانت في خان يونس. فيعني أنت عندك مشهد غيره، الفلسطينيين اللي كانوا عاوزين يروحوا لغزة وضربوهم اليهود بالرصاص. فهنا أنت عندك شعب مختلف، شعب أخرك إيه؟ اخرك هتموتني، انا قاعد وميت. شعب بيضرب ومرعوب، وشعب بيضرب وبيزيد ثبات وصمود. بالضبط. هذا هو الفارق في المعادلة، التي الفارق ده بيصنع فارقا ايضا في معنى النصر والخسارة. متى تنتصر المقاومة؟ حين لا تهزم. صحيح. متى تنتصر اسرائيل؟ لن تنتصر ابدا. ليه؟ لانه دار الزمان حين لا تخاف، وهي تفضل طول عمرها خايفة ومرعوبة. خايفة ومرعوبة. كيف انتصر وانا ميت في جلدي؟ انا 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 قاعد. ومن هنا ازمة نتنياهو نفسه وازمة التيار اليمين والاكثر شراسة. طيب انتوا هتعملوا ايه بعد كده يا شباب؟ احنا هندخل رفح. تفضلوا ادخلوا رفح. يعني 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 بالنسبة للجمهورية الفلسطينية لن تلقوا الا ما لقيتوا في غير رفح. انما اما احنا سوف ننزف، سوف نموت، سوف تهدم بيوتنا، هذا ما جرى وقد تعودنا عليه، لكن سوف نبقى ونعيش. وسوف نبقى. ما لاحظ انه ما حصلش رغم كل هذا القصف الذي لم تشهده البشريه منذ هيروشيما وناجازاكي، ما فيش فلسطينيين زحفين على الحدود المصريه وبيقولوا احنا عاوزين ندخل. ما فيش. مفهوم. وما زحفوا في اتجاه اخر، راحوا لخان يونس او عايزين يروحوا لغزه او حتى رفح الفلسطينيه في ارضهم. الارتباط بالارض مفهوم، قيمه مقدسه ان لم يعد لديهم. انت هتعمل فيهم ايه؟ ماذا لدينا لكي نخسره؟